سلطان، جماهير اللون الازرق، لون النصر، لون البحار ايضا تترقب مفاجأة هذا الشعار. يا سلام، شعار بو راشد بدأ ينتثر وينتقل الى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا هملولة والدماء الهملولية على مقدمة هذا الشوط بقيادة المضمر الخطير احمد بن سلطان بن رشيد السويدي، ينتزع المركز الاول باقدام هملوله وباعداء هملوله. تهانينا لبو راشد، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم على فوز هملوله بهذا الشوط وبهذا الاداء المميز الذي قدمته في هذا المساء. المركز الثاني الحذر لهجن الرياسه، المركز الثالث وصلنا جولة الأوامر النهائية لتعلن هذا الفوز، لتعلن هذا الفوز. أمس بالأمس القريب سجلت إنجاز وتوقيت أفضل، كان هناك على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لتأتي هنا ما شاء الله مع التيارات الهوائية، ولكن بالسرعة الرائعة كما أتى بها الهواري 50 كيلومتر في الساعة لتعلن وهيلة بأنها بطلت أول أشواط الذلال المهجنات الأصايل، ويعلن الواثق بتواجده مع هذا الشعار. تهانينا والناموس لهجن العاصفة والتانية الحمد والراشد بن غدير من يأتي مع وهيلة. تهانينا، تهانينا والناموس ولحظات الوصول، هذه هي وهيلة، هذه هي انطلاقات وهيلة ما شاء الله. التوقيت الزمني بقول هنا مع وهيلة ومع انطلاقاتها الرائعة. المركز الرابع وصل هنا هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد من يتولى عملية التضمير. المركز الخامس من وصل شاهين لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدية الكتبي، ولكن اعود مع الابداع، اعود مع الرقص، اعود مع المغادرة. بدأ يعلن مغادرة الشوط بحفظ من الله ورعايته. تهانينا والناموس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وإلى محفوظ بن خميس النبي. اعلن، بدا يعلن الاقلاع، بدا يعلن الابداع والفوز والناموس. تهانينا والناموس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان والى محفوظ بن خميس النبي. اسعد الله مساك الزعيم على هذا الفوز والابداع والانتصار، لحظات الوصول بدون اي منافس. المركز الثاني وصل المشاهدين لكن السعدي يا بعدي، السعدي على مقدمة الشوط 500 متر أخيرة، المشاغب يشاغب في هذا الشوط، ولكن الظافر، ولكن الظافر يا بوي. الله الله يا سلام، هملول والسعدي معركة الزمور المهجنات في حول المستقبل. هملول يتسلل لتطحن المعركة. متابعينا الأعزاء، هملول والسعدي، هملول والسعدي، هملول يتسلل، السعدي ما زال صامد رغم الضغوط، رغم الضغوط يتسلل هملول، يتحرك، يتحرك من الجانب الآخر، ولكن السعدي، ولكن السعدي اللحظات الأخيرة، المئة متر الأخيرة، عاد السعدي، عاد السعدي إلى الشيحانية، ولكن هملول وزباوي أو شحاني اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. إذن 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 متابعينا الأعزاء، دخول هذا الشوط، الجولة الأخيرة، جولة التحديات، جولة الناموس، جولة الانتصارات. يا الواثق، والواثق من قدم افتتاح خير تقديم مع المركز الأول ويبحث عن النقطة الثانية في هذه الفترة المسية بعد فوز وهيلة أيضا في الشوطين السابقات. مشاهدينا متابعينا الكرام، هنا لحظات الوصول، افتتاح، افتتاح. تهانينا، تهانينا والناموس للعاصفة وهجنها على هذا الفوز والانتصار، والتهاني للواثق حمد بن راشد بن غدير على هذا الفوز والانتصار. تصل بدون أي منافس مع المركز الأول. تهانينا والناموس لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم. تهانينا والناموس المركز. متابعتك
المتابع الشاهينية المستري هجن الرئاسة علي بن ميل الوهيبي أقرب منافس. نعم نكون عند دائرة الصراع، نكون عند شعار الرموز. يا سلام يا سلام يا سلام. نتابع مشاهدينا الأعزاء الشاهينية وهي تتربع على عرش المركز الأول، تنفرد تنفرد نعم بعد معركة كبيرة مع 6 كيلومترات، تصل منفردة ومبتسمة ومسرعة إلى ناموس هذا الشوط وإلى السيارة. نعم هذه الشاهينية وشعار هجن الرئاسة، من يصل رقم 1 إلى المركز الأول، المركز الأول لهجن الرئاسة. تهانينا والناموس للسيد راشد بن محمد بسم المنصوري ايضا مضمر هذه الشاهينية. تهانينا والف مبروك. الوصول الى منطقة الاعلام للانطلاق هناك ايضا مع الصدارة. الله يا سلام، شاهين شاهين على المقدمة لهجن الرئاسة وراشد بن محمد بسام المنصوري. الدرع من الجانب الاخر، تحدي وثنائي مع الامتار الاخيرة، الدرع بشعار هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير. انطلق سلام، انطلق سلام، فاجانا بهذا الدخول المميز مع المركز الثالث لهجن الرئاسة وايضا المميز مبارك بن احمد بن مايد الخيلي. اللحظات الاخيرة، الدرع الدرع وشاهين وسلام، سلام والدرع وشاهين، هنا شاهين ولكن سلام، اسلام اسلام غير النتيجة مع اللحظات الاخيرة لينتقل الى مقدمة هذا الشوط لهجن الرئاسة. تهانينا وناموس لهجن الرئاسة، تهانينا وناموس ايضا للمميز مبارك بن احمد بن مايد الخيالي. بينما الله معري وصل، انطلق شاهين على المركز الخامس. الناموس اين يتجه؟ الناموس اين يتجه؟ ولكن هناك ايضا الذهب، الذهب وعجلان، عجلان والذهب. وصل السعدي، السعدي وصل، السعدي يبعدي هنا ولكن معري. يا سلام هنا التحديات الثنائيه، التحديات الثنائيه. بقول عجلان، 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 ولكن من الجانب الايمن هنا ايضا الذهب، ايضا الذهب. يا سلام يا سلام يا سلام، التحديات، التحديات الثنائيه، الشعارات القويه في موقع واحد، ال 200 متر الاخيره، ولكن عجلان هنا على الصداره، عجلان هنا مع المقدمه. يا سلام يا سلام، الله الله الله، الذهب ينطلق، الذهب ينطلق مع الامتار الاخيره، ولكن عجلان اقرب للناموس. خط النهايه، خط النهايه ينتظر. هناك تهانينا، تهانينا اعزائي المشاهدين لعجلان سمو الشيخ ذياب بن محمد زايد هي محفوظ من خميس. في خطر، في خطر الناموس. يا سلام يا سلام، والزعفران، الزعفران أمنية كالمضمر، النقطة أمنية المضمرين. يا سلام، ولا زالت هناك مسيطرة طيف، طيف وقادمة، قادمة 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 قادمة. الوجبة 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 غيرت إلى المقدمة، انطلقت إلى المركز الأول، غيرت غيرت الوجبة من هجن الشيحانية، انطلقت بهذا الاندفاع مع سالم بن فاران المري للمرة الثانية على التوالي في هذا المساء وفي هذا الانطلاق. تهانينا مشاهدينا الأعزاء لهجن الشيحانية، تهانينا على هذا الفوز وناموس في هذا المساء الجميل. التهنية موصولة لسالم بن فاران المري على الفوز، بينما طيف في المركز الثاني من هجن الرئاسة. المتر الاخير ودخلنا في ساحة الرقص، نشوة هنا على الصدارة، نشوة على المقدمة، على المركز الاول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة مطر بن سيف بن لاحد الهايري. وهنا الشاهينية قادمة، الشاهينية قادمة هنا من هجن الرئاسة مع راشد بن محمد بالسمت المنصور. يا سلام، نشوة والشاهينية، شاهينية ونشوة، الشاهينية تتسلل، الشاهينية تتسلل ونشوة، الشاهينية، الشاهينية تتسلل إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق. تهانينا لهجن الرئاسة على هذا الفوز الجميل، لنشوة في هذا على فوز الشاهينية. تهانينا الراهب بن محمد بن سمت المنصور، نشوة في المركز الثاني سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رهب. أو
او مع هذه الشعارات لهؤلاء الملاك. يا سلام 500 متر هملول مع المركز الاول. هملول مشاهدين للا فاضل هملول، ولكن هناك من الجانب الايمن يا سلام مهل يا سلام، يقول لي بن مية هذا صاحب انجازات عديدة نعم مهل مشاهدين الافاضل حاصل على نقطة مميزة في مهرجاني سيدي امير البلاد المفدى، وفي ختامي كذلك ختامي الشيحانية، ولكن هذا هو مهل ولكن هملول ومهل يا سلام الله مهل تهانينا لهجر الرئاسة، التهنئة لعيسى بن سعيد بن عيسى الخير. بن فهد آل سعود راشد بن محمد بن علي من يتولى عملية التضمير، ولكن الشرس هو شرس ما زال الناموس 500 متر أخير ما سلم المهمة، أعلن مغادرته أعلن اتجاهه، مشكور الزعيم مشكور، بدأ يعلن الإبداع بدأ يعلن الرجس بدأ يضيف المرة الثانية في هذا المساء أو الثالثة يضيف المرة الثالثة لهذا الشعار تهاني والناموس للمرة الثالثة لشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وإلى محفوظ بن خميس النبي، أسعد الله مساك على هذا الإبداع والإنجاز الطيب، تهانينا والناموس للمرة الثالثة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وإلى محفوظ بن خميس النبي. المركز الثاني وصل المجاهدين الكرام خلفاب السائق المزروعي، اتحركت من حاف، انطلقت هناك هملولة، تواجدت ربشة، وصلت هملولة، الله يا سلام، الموقف خطير، الموقف تحدي، الموقف نحو الامام، هنا الشرود على الصدارة، من حاف من الجانب الاخر، من حاف انطلقت من حاف، مشاهدينا الاعزاء بهذا الانطلاق الرائع والجميل، وبشعار هجن الرئاسة، ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء المميز مشاهدينا الاعزاء في انطلاقه هذا الشوط، وتواجد ايضا مشاهدينا الاعزاء هنا تاتي من حاف لتسجل ناموس هذا الشوط، اختطفت ايضا مشاهدينا الاعزاء سياره هذا الشوط كما اختطفتها ايضا في دوله قطر، تهانينا والناموس لهجن الرئاسه، تهانينا والناموس ايضا. المركز الاول وصدارة هذا الشوط بين الظبي والشايبة، الظبي والشايبة في صراع على الصدارة على المقدمة، الظبي مسيطرة على زمام الامور، مسيطرة على الصدارة على المركز الاول من هجر العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، هي المسيطرة على الصدارة على المركز الاول، تنطلق بهذا الاداء الجميل. المركز الثاني الشايبة تمشي ماجد بن محمد بن راهب سعيد المكتوم مع محمد بن عبد الله بن حميداني، واللحظات الأخيرة، ولكن هنا الظبي هي صاحبة الفوز، صاحبة الناموس، تهانينا للعاصفة وهجنها على هذا الأداء، تهانينا سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب سعيد المكتوم، تهانينا لحمد بن راهب بن حمد بن غدير المركز الثاني الشايبة.